موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج. قبل ما يبدا المقطع لا تنسون زر اللايك، اشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركين. الله يسعدكم جميعا اللي تشترون موقع روكت ليج اكستشينج اللي تحت في الوصف. اي واحد يشتري يرسل لي على الانستغرام نشره يبين لي انه شرب كود في اس ال وبس سحب على ناس عشوائيه كذا، راح يفوزون بشيء من الموقع. يا انه يفوز ب $20 من الموقع، يا انه يفوز مستري، يا انه يفوز سياره، ما ادري، على حسب حظك. سولف لي في انستغرام. استمتع في المقطع. بسم الله على اول جيم. يا رب يا كريم انك تعيننا يا ربي. ما تشتغل يد. اوكي اشتغلت. اخذ البوست. حلو هذا الوضع للحين ليس مستتبا. اوكي فنجر الاول. يا الله والله يا هنجر طيب. شو كيف؟ لا صدم قوية بعد بداية موفقة. didn't play 2v2 for a long time. اوه يقول من زمان ما لعبت 2v2. لا النكبة. اكو اكو ها؟ وش اكو هذه؟ يا الله ابغى اقول له لو قلت اكو. طلعوا اول جيم وطلعوا يا عيال اتش بي جي جي. اول جيم جي جي. المقطع هذا راح يكون سوالف اكثر من انه لعب. اقول لكم عن سلسله ناوي اسويها، هي سلسله قديمه اوكي، اللي هي توب 5. اذا تذكرون قناتي قبل سنتين ثلاث سنين كنت انزل توب 5، توب 5 جولز، توب 5 اسيست، توب 5 مدري ايش. قبل كانت اللقطات مو مره واو، يعني كانت عاديه. ليش؟ لان الناس ما كانوا يلعبون روكت ليج كثير، لكن الحين صاروا في ناس فنانين كثير الا انا يعني ما للحين لعبي سيء. فالناس صاروا يجيبون لقطات خرافيه، فاي احد عنده لقطه خرافيه سواء جول ولا شيء يثبت لنا ان لقطه له انه يحط في الكلان بي اس ال، بس يعني يعلمنا ان اللقطه جديده وزي كذا ويجيب لقطه. وش اسمه باذن الله انه بيكون فيها جوائز، يعني افضل لقطه راح تاخذ مثلا $10 $20 على حسب الجوائز وقتها اذا في يعني دعم رسمي يعني. فغالبا انه بتكون $10 في البدايه، بعدها بتكون ان شاء الله 20 او احتمال انه عاد اذا صار ما فيه الو اذا صار ما في دعم رسمي فكذا احتمال انها تثبت على $10. واللقطات ترى يعني تكون من تصويتكم انتم تصوتون على افضل لقطه. بحط رابط في الديسكربشن، يعني اذا نزلت توب 5 اذا شفت لقطات كثيره جت منكم اللي ما تحت اسمها توب 5 روكيت @gmail.com او @hotmail.com. والله الناس اتوقع انه هوتميل بس غالبا ان راح تحصلون يعني كل شيء، راح تحصلون كل شيء في الديسكربشن باذن الله يعني. فارجوكم ارسلوا لقطاتكم، ومنها ان نكثر مقاطع روكيت ننوع شوي، فهمتوا؟ لان الوضع بدون تنويع تكون طريق القمه طريق القمه لين عاد ما ادري شلون يعني بنطول على طريق القمه. اوكي بغى يزرفني بس اوكي ثانكس برو. بغى يزرف شو اسمه، بغى يزرف الجول حقي يعني ما ادري ليش يعني. خلني اسجل هدف، خلني استانس. اوكي خوي بس جريت باس. والله لو تجي كذا فوزات ورا بعض بيصير خرافي، بيصير مقطع خرافي صدق. خوي نكبه. يووو يطقه الخرافيه عند خوي. حلو يطقه. اوكي قوي هجت شباب. والله اني مستقعد مره، جد مستقعد مره. يا الله قوي لك اكبر، خل منك فايده شوي بس. اوكي 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 تكفى تكفى قولك. يا الله الجلطة والله يا وشطف يا عيال. اوكي يلا يا خوي روح كلوز كلوز.
هم وراي ذا. يعني خوي على بالي انه رجع وقاعد يسمع صوت بوس، قلت بس خوينا اللي بيطقه مو بو، بس صارت هدف يعني. خوينا مستعجل ما ادري ليش، جد ما ادري ليش. كرة لي فجأة يجي يشطفني. اوكي شوفوا كيف كرة لي. طيب يلا قولك. اعوذ بالله، ما ادري ايش قاعد اسوي صراحة، بس اوكي ارفع. ايش قاعد تسوي يا اخوي؟ ايش قاعد تسوي؟ سؤال يعني. اوكي يا الله، حلو حلو حلو. لا يا شيخ لا، هجت السيارة، هجت. حلو، اعطاهم الكورة ويزعل ان جانا هدف. بالله شوف سكوري، بالله شوف سكوري، تمتعوا في السكور حقه وزعلان على الاهداف اللي جتنا. والله العظيم حرام، شوفوا كيف 800 سكوري، سكوره 200 بس، كل هدف مني وثلاث سيفات وثمانية. خلاص انا تعبت الحين. فوزتين، اوكي اوكي نايس، فوزتين وواحد انسحابه، مره شيء كويس. طيب اللخم قوي، تكفى روح. يعني يا الكمبرسيت، خلي الكرة مرة ثانية كابتن لك. الله ضبط اسست يعني، حلو. بس ناخذ البوست بعد مرة ثانية، ما تصدم خوية. ها شي متحمس ذا، يعني هدف. الله نايس شوت، صانك زبطه بس نايس شوت. شو صار هذا؟ يبغى تشقلب، يبغى يرجع. اوكي شكرا، شكرا لك يعني، خليتني اسجل هدف. يا عيني اللمسه، اقسم بالاسطوره. كلاس 1 جي جي، ثلاثة جيم فوز. نلعب الجيم الرابع الاخير خلاص. زي ما قلت لكم لا تنسون تكتبون في الكومنتات الحين دايموند 2 ديفيجن اي في، مع اني كنت في البدايه دايموند 3 لكن طحنا للاسف، فنرجع الحين من جديد للدايموند 3 باذن الله، وبعد للتشامب باذن الله. واهم شيء تحط كلام في اس ال قبل اسمك يعني، عشان نعرف ان اللقطه توها جايه يعني جديده، وكاله ما تروح تجيب لي اللقطه مزروفه ولا شيء، مجرد انك تحط في اس ال خلاص عارف ان اللقطه منك، وتحط لي اسمك يعني. خلها اوكي، انا ما ادري ايش ترجعها اصلا في البدايه. اوكي وينك يا خوي؟ كيف وينه؟ نكتبها بليز اتاك اتاك اتاك، اهجم. كل ما ناولت فجاه يصير ورا، ايش ابغى فيك انا ورا؟ الله يقهر يا عيال جد، يا ساتر. تك تكفى تكفى شغلك. الله نسيت، خيرا يا شيخ. اتاك وذ مي بليز، اتاك وذ مي، ساتر. والله العظيم حظ خايس قسم بالله. يا الله تكفى قولك، يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، تكفى تكفى يا خوي تكفى. يسار اخي، يسار يا اخي، ما ياخذ ليسك يا شيخ. كانت النية اربع فوزات، لكن ما تشوفون خوينا كويس بس مناولات زي كذا ما يناول. نايس شوت، والله نايس شوت، تهني على هذا الهدف، هني ولكم لعبه كويس بس ما يناول. اوكي ما ادري شلون فجرني وانا على جنب، والله النيم دي والله، بس لو ما يتفنن الله يقرب ليسه.
جي جي. لا تنسون ترسلون لقطاتكم على ايميل اللي تحت، وبس لكم الخير. سلام.